التزكية سورة العرق، استمعوا بخشوع وأقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. أذكر بعض وسائل التعلم في هذه الآيات. الوسيلة المذكورة هي القلم. أذكر الملك الذي نزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملك الذي نزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. أستخرج من النص القرآني الكلمات الحاملة للقاعدة التجويدية القلقلة. لا يطغى فيها قلقلة. الرجع الجيم فيها قلقلة. فليدعو الدال فيها قلقلة. واسجد واقترب الجيم والدال والباء فيها قلقلة. ابحثوا عن معاني الكلمات التالية. العلق تعني الطين الذي يعلق باليد. الزبانية تعني الملائكة. لنسفهن تعني لنأخذن بناصيته. أبحثوا عن اسم الرجل الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وحاول الإضرار به. الرجل الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وحاول الإضرار به هو أبو جهل. التزكية سرعة العرق.